فريدي رجعنا لكم تاني. هنعمله طاجن لسان العصفور باللحمه المفرومه. هنا فرمنا بصلتين وسط، بصلتين وسط اهو زي ما بنعصبه على طول. معانا كيس صلصه من بتاعنا اللي في الفريزر وربع لحمه مفرومه وفلفل ده حسب الرغبه وملح وفلفل اسود فقط لا غير. هنحمر لسان العصفور معانا نص مكرونه اهو لسان عصفور، هنحمروها وننزلوا عليها بالتسبيكه بتاعت اللحمه المفرومه. هندبل كده البصله معانا. استنونا بس تحطوا اللايكات والاشتراكات عشان ننزل لكم كل جديد من بيت حنا. استنونا رجع لكم. اعطينا للبصله لون كده بامبي خفيف اهو، هننزل عليها بالفلفل وندبلوا الفلفل كده مع بعضينا. حطينا المكرونه بتاعتنا تتحمر لان الصلصه احنا شايلينها متسبكه مش هتغلي في التسبيكه اهي. بنحمر المكرونه بتاعتنا كمان اهو، والفلفل بتاعنا اهو متدبل. احنا عايزينه يدبل بس وهننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا اهو، ربع اللحمه المفرومه. الربع ده بيعمل حاجات كتير. اهو هنحط له الملح عشان يخلي اللحمه تفك الملح، ونحط الفلفل الاسود كمان اهو كده. اللحمه لما بيجي الفلفل الاسود والملح عليها بتفك من بعضها، ما تبقاش فيها كتل اهي، كلها بتفك من بعضها. هنحط لها الطماطم بتاعتها، ريحة الفلفل مع البصل مع اللحمة جميلة اهو. هنقص كيس الطماطم بتاعنا اهو، هنفضيه عليها متسبك دي اللي احنا مجففينها مع بعض في البليزر على طول مش هيغيب اهو. نسيبها تتثبت معانا لغاية ما نحمره لسان العصفور معانا اهو اهو اهو، وننزل بيها ونحطها يا في برام يا في صينية في اي حاجة في الفرن، بس احنا هنخلوها في الحلة ونبرش منها مش هندخلوها الفرن مفيش وقت اهو. هنعمل تكاية كده لما المكرونة بتاعتنا تتحمر، نسيب دي تتثبت شوية اهو. التكاية دي معروفة على قناتنا، عملتها كتير معاكم وبجربها للي بينساها وحبايبي اللي لسه بادئين. اول ما بنحمر المكرونه لسان عصفور في الشوربه في اي حاجه ما نضيفهاش على الشوربه على طول، لانها لما بتحطيها على الشوربه او على الصلصه او اي حاجه بتنفش بسرعه. لا احنا لما هنعمل التكايه بتاعتنا الحلوه دي بتاعت المكرونه اللي احنا متعودين عليها ما بتنفش وما بتكبرش في الصلصه، بتفضل ماسكه نفسها لغاية اخر حباية في الطبق. نحمره كده اهو، نحمروها كلها تبقى لون واحد اهو. احلى طاجن
مكرونه لسان العصفور باللحمه المفرومه. الله يرحمك يا امي، كانت بتحبه جدا جدا، طاجن لسان العصفور الله يرحمك يا امي. صل على النبي حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا اهي الصلصه اهي بتتسبك معانا، والمكرونه بتتحمر. هنشوفوا التكايه الحلوه دي مع بعضينا. لاي مكرونه، لسان العصفور، المكرونه الصغيره اللي هي بتاعت الشوربه، اما تيجي اي مكرونه تحمريها في السمنه حطي عليها كوبايه الميه على طول، ميه من الحنفيه مش شوربه، ميه من الحنفيه بتخليها وتغلي شويه معاها، بتخليها ما تنفش وتكبر في صلصه في شوربه. دي التكايه الحلوه اللي انا بقولها لكم، المعلومه الجميله بقولها لحبايبي اللي لسه مبتدئين جداد. ما تحطش كده، تحمري المكرونه وتحطي عليها كوبايه الميه، ما تكبرش بالساهل في قلب الصلصه، تفضل ماسكه نفسها وما بتنزلش النشا بتاعها في الصلصه. فهي بدأت المكرونة كلها بقت لون واحد اهو اهو. المكرونة بقت كلها لون واحد، تأكدي ان كل المكرونة بقت لون واحد مش لون ولون اهي. شايفين اتحمصت كلها، هننزل بكوباية المية اهي، نتشرب كوباية المية دي ونحطها في الصلصة بتاعتنا. مش هتكبر في صلصة، في شوربة، في اي حاجة مش هتكبر معايا. شايفين لون المكرونة عاملة ازاي؟ تحفة، لونها خرافي. شربت، بصوا المية على طول، هنطفي عليها اهو ونزود الصلصه بتاعتنا. بس نزود الصلصه بتاعتنا ميه عشان المكرونه بتاعتنا تستوي. اهي نزودوها عشان المكرونة بتاعتنا تستوي، تغلي بس غلوة ونحط المكرونة بتاعتنا. وعايزة بقى تحط لها شطة حطي، عايزة تحط لها، هنحط لها كيس ماجي اهو فوري عشان يديها طعم حلو. اللي عنده مكعبات ماشي، اللي عنده الفوري ده ماشي اهو، نديها طعم ونظبط لها الملح بتاعها عشان احنا كده حطينا بس ملح في اللحمه المفرومه. هتغلي معانا ونفضي لسان العصفور معانا. استنونا ارجع لكم تاني، مش بقى تحطوا لايك والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد من بيت حنا. الصلصه بتاعتنا غلت اهي، وبصوا المكرونه لما حطينا عليها كوبايه الميه قفشه ازاي، قفشه في بعضها لانها شربت كوبايه الميه بس. لما هتخش الصلصه هترجع تعمل تاني، تفك من بعضها تاني. هننزل كده نسمي الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. احلى طاجن مكرونه اهو، شايفين والله ريحته خرافة. اللحمة المفرومة مع الفلفل مع الصلصة عاملة ريحة. هي بصوا قفشة كلها بس هتنزل الصلصة. بصوا هتفك، هنوطش عليها ونحمره طبق بطاطس. وده كان فطارنا النهاردة، بسيط وسهل، احلى اكلة تحطوها في الجرام تسيبوها كده اهو وتغرفوها اطباق اللي يعجبكم. احنا هنغرفوها اطباق وهناكلوها باذن الله. شايفين هتستوي المكرونه بتاعتنا، ونشوفوها على سفرتنا مع بعضينا.
اعملوا لنا اشتراك في القناة وقلوب حلوة زيكم، واسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.